يسري ونعرف منه الفار والادوات، وهل في سماعات وسماعات بايظه، ومشروع الفار اللي احنا حلمنا بيه فجاه بقت فيه دي ازمات. تامر، مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف. يعني عايزك تقول لي على موضوع الفار. موضوع الفار الحقيقه كان انجاز كبير جدا لاتحاد الكره الحالي، ثم فجاه بعض تصريحات الحكام ان السماعات مش شغاله وان الاجهزه مش شغاله. ما اعرفش رايك. لا، هو الموضوع بسيط خالص يا كابتن سيف. الايكوبمنت بتاعت الفار الحقيقه، هو كل اللي تم في موضوع الفار من الاول للاخر كان كوميتمنت كبير قوي للديفلوبمنت من اتحاد الكره المصري ومن كل الناس المسؤوله. الحقيقه قبل ما اخوض في قصه الايكوبمنت والكلام دوت كله، الناس كلها اللي اشتغلت في الموضوع دوت من الاداره، من اللجنه الخماسيه، من المكتب التنفيذي وليد العطار وكل التيم اللي معاه في اتحاد الكوره، مرورا بالتيم بتاعنا. انا بحب اشكرهم علشان نقدر نوصل لده في شهرين او في ثلاثه. ده كان انجاز كبير قوي. ارجع لنقطه الايكوبمنت، ويمكن حصل لغط من كام يوم. الايكوبمنت يا جماعه متقسمه حاجتين، هو في عربيات الاساسيه، العربيات الفي او ارز دي اللي احنا كميديا برو جبناها، ودي موجوده واشتغلنا بيها الماتشات كلها. بعدين لما ابتدينا في التدريبات، السماعات اللي كانت موجوده في اتحاد الكوره اللي فوجئنا ان هي فيها، في بعض السماعات كان فيها شويه خروشه، فاتحاد الكوره قرر ان هو لا يا جماعه لازم نجيب سماعات الفاكيروز الجديده. ومن حوالي اسبوع او 10 ايام خدنا المبلغ بتاع السماعات زي ما كان وليد العطار قال مع الكابتن شوبير من يومين، واحنا بصدد ان احنا خلاص يعني قبل ما الكوره ترجع ان شاء الله هيكون الحكام معاها السماعات الجديده، ويكون كل الايكوبمنت كلها على اعلى مستوى مع بعضها. يعني الحكام اشتغلوا الماتشات الاخيره دي بتاعه الفار فعلا مش سامعين حاجه، وفعلا مش عارفين يكلموا بعض؟ لا يا كابتن سيف، مش الدرجه دي، لانه كان في ماتش، كان في شكوى من حكم واحد او من حكمين في خلال الماتشات اللي اتعملت، والسماعات اللي موجوده موجوده من زمان، يعني مش حاجات جديده احنا جبناها. واتحاد الكره قرر ان هو لما لقى المشاكل الموجوده بالشكل ده قرر ان هو يغير السماعات، ودفعوا لنا فعلا فلوس السماعات في خلال الاسبوع اللي فات، واحنا في اجراءات ان احنا نجيب الحاجه. وبيتهيألي يعني قبل ما الدوري يرجع ان شاء الله تكون كل السماعات الجديده موجوده. ولكن السماعات كانت يعني السماعه كانت شغاله، حتى لو فيها صوت هو سامع الراجل بتاع الفار والماتش شغال عادي. اكيد طبعا يا كابتن سيف، يعني ازاي مش هيبقى شغال ومش ازاي مش هيبقى سامع؟ انا تامر والله ده مش كلامي، انا في حكم طلع مع الكابتن شوبير كابتن سعيد حمزه وقال ان هو اشتغل ماتش بالكامل، لا هو سامع ولا بتاع الفار سامع، فعشان كده راح قعد فتره كبيره على لقطه معاه. انا مش عارف ده صح ولا غلط ولا ايه. وهل هم اتمرنوا على نفس السماعات دي قبل المباريات؟ لا هم كل التكنولوجي تيستس كانت اتعملت بنفس السماعات اللي موجوده في اتحاد الكره من زمان، وعلشان لقيناها مش 100% بيرفكت، فاتحاد الكره قرر ان هو يشتري سماعات الفاكيروز الجديده في خلال الفتره اللي فاتت دي. لكن لا، مش كلها فيها مشاكل ومش كلها ما اشتغلتش، يعني يمكن كان في خروشه او حاجه مش لدرجه التوتال كولابس، والا ما كانش الحكم قدر يسمع انه في حاله وانه يروح يعمل عليها تشيك او يسمع النصيحه بتاعه الحكم اللي في العربيه. من وجهه نظرك ان كل السماعات او الحاجات الجديده ممكن توصل امتى وتبقى يعني كلها مكتمله؟ خلال الاسبوع 10 ايام اللي جايين تكون موجوده. طبعا اوروبا فيها لوك داون وفيها شويه تاخيرات، بس في خلال الاسبوع 10 ايام تكون كل حاجه واصله وموجوده، وقبل ما الدوري يرجع ان شاء الله تكون كل الحكام معاها الحاجات الجديده. وزي انا باكد على كلام وليد العطار ان هم اتحاد الكوره الحقيقه عمل لنا البيمنت فعلا في خلال الاسبوع اللي فات دهوت، وفي خلال الفتره الصغيره قوي اللي جايه هيكون كل حاجه موجوده في مكانها ان شاء الله باذن الله. وبشكرك يا تامر، وبتشرف دايما بوجودك معايا، وان شاء الله باذن الله كل حاجه تبقى على ما يرام. ان شاء الله كابتن سيف، واتمنى ان الفتره بتاعت الكورونا دي
تعدي على خير وتكون الامور في نصابها في العالم كله والدوري يرجع وترجع العجله تدور علشان يعني البلد دي تستاهل انها تكون في الرياده وتستاهل انها تكون في سلامه الناس كلها وده اهم حاجه عندنا. يا رب ان شاء الله. بشكرك يا تامر شكرا جزيلا. واحد من الناس الحقيقه اللي بتشرف بوجودهم معايا، واحد من الوجهات المشرفه جدا في عالم كره القدم او عالم اداره كره القدم. اتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق.